عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي. امبارح عملنا الجزء الأول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني. معانا أول حاجة طلعنا الصورة دي بالذكاء الاصطناعي اللي هي صورة البت دي. طيب، أول موقع هنشرحه النهاردة وهو موقع جميل جدا، وهو موقع بيعمل بعد للصورة، بعد ثلاثي أو بعد متحرك كده للصورة. خلينا نشوف إزاي. طيب، هندخل نعمل هنا ساين إن ويز ليما. هسيب لكم طبعا كل الروابط أسفل الفيديو ده بإذن الله، زي ما إحنا متعودين إن مصراوي تك بتشرح كل البرامج والمتخصصة والمواقع المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. فهنجيب الايميل بتاعنا اللي احنا متعودين نجيبه، حط الاسم هنا محمد مثلا وعادي احمد، حط الايميل وتاريخ الميلاد، مش هتفرق معانا تاريخ ميلاد اي تاريخ، ونقول له نيكست. طيب، هو بيقول لي ان احنا لازم نكون اكبر من 18 سنة، ونحط الباسورد، نخلي هو يختار باسورد. طيب يا جماعة، كده هو بيقول لك فعل الايميل او اكتف الايميل بتاعك كالعادة، يعني حاجات كلها سهلة جدا وبسيطة. هندخل هنا كده، خلاص دخلنا على الموقع بتاعنا. هنا ابلود، هنختار الصورة من ابلود تحميل، هنديله الصورة. شوفوا يا جماعة الصورة، يعني انتم ملاحظين الصورة عملت ازاي، بدأت هي. وهنا من هنا ممكن نغير، نخليها اخر حاجة اكتر حاجة عندنا اللي هي الحركة تبقى كبيرة. ومن هنا انت عاوز الحركة تبقى لفوق ولا لتحت، زي ما مثلا واحدة بتتنفس وكده. وهنا السرعة، سرعة الحركة، والفوكس، الفوكس اللي هو بيقرب أو بيشوف حتة معينة من الصورة. فطيب يا جماعة، كده احنا عندنا الصورة بدأت تتحرك. لو انت عاوز تعمل فيديو تعليمي لصورة وتخليها تتحرك زي ما انتوا شايفين كده كأنها بتتنفس وهي بتتكلم وكده، فده الموقع ده هيفيدكوا جامد جدا ان هو يعمل للصور كده. ممكن برضو تنزلوها كمقاطع او تكتبوا عليها حاجات وتنزلوها للسوشيال ميديا. طبعا يا جماعة للأسف الموقع ده ما بيعملش تحميل للصورة او الفيديو اللي ظهر، بس انتوا ممكن تستخدموا اي مسجل وتسجلوها وتسجلوا المقطع اللي طلع. تمام، فده اول برنامج، ده اول موقع مهم معانا، قلت اشرحه لكم على السريع كده علشان ممكن تفيدوه، وفي ناس كتيرة محتاجاه، لأن في كاميرات، في موبايلات بتعمل الأوبشن ده، بس في موبايلات كتيرة ما بتعملش الأوبشن ده والناس بتقعد تدور عليها. فده موجود دلوقتي الأوبشن ده. ده أول موقع عندنا. الموقع التاني، لو أنت عاوز بقى تخلي الصورة نفسها تعمل رياكشن زي البق، المناخير، العينين، الشعر كده، فزي ما أنت شايفين كده من هنا هنرفع الصورة ونختار الصورة نفسها برضو. شايفين يا جماعة الصورة بتعمل ايه دلوقتي؟ من هنا تقدر تحط لها ميك اب، تغير الميك اب بتاعها، النضارة، كل ما تضغط مرة كده هتلاقيها اتغيرت معاك. ومن هنا ممكن تغير تخليها تتكلم وتعمل حاجات كتيرة، التعبيرات، حزين، سعيد، مكتئب، فرحان، اللي انت عاوزه من هنا. تمام، من هنا الاكسسوارات، الميك اب نفسه ممكن تغيره. خلينا بس نشيل الايموشن ده ونروح للميك اب تاني. وممكن تعمل لها شعر، تغير شعرها كده، او تعمل لها شنب،
وتقدر تنزلها تقدر تنزلها بعد كده لو عملت كده ضغطت هنا وتقدر تنزلها عادي عندك. وفي طبعا البرنامج ده موجود للأجهزة واللابات. ده أول موقع، ولو مشيت الماوس كده هيتحرك معاك برضو. فده أول موقع كان معانا النهاردة، ده تاني موقع كان معانا النهاردة في السلسلة، وهو موقع جميل جدا بيغير حركة الصورة ويخليها متكلمة أو متحركة بالشفايف والعيون وكده. الموقع اللي معايا الجميل جدا جدا جدا، وهو موقع بيخليك تكلم يعني أي نص عندك يخليه يتكلم باللغة العربية. من هنا هنعمل ساين أب، هيقولك حط الإيميل، هنروح نجيب له الإيميل بتاعنا ونحط الإيميل، ومن هنا هنخليه يعمل لنا كلمة سر ونقول له ساين أب. الموقع ده بيديلكوا، بيقولك إن إحنا بعتنا رسالة على الإيميل. الموقع ده بيديلكوا 2500 حرف، بس أنتوا زي ما أنتوا عارفين إن أنتوا ممكن تستخدموه في أي وقت تاني، فإحنا هنروح نفعل الإيميل. خلاص كده الإيميل بتاعنا اتفعل ونقدر ندخل من هنا. طيب يا جماعة، من هنا أهم حاجة اختاروا البنت اللي أنتوا عاوزينها تقول الكلام، سواء بنت أو ولد، أنا مثلا هنختار بلا دي. ومن هنا أهم حاجة تختاروا الفيرجن 2 اللي هو مالتي لانجوج. من هنا هتحط ال هتختار مالتي لانجوج من هنا، وبعدين هتختار اللغة العربية، وهنا هتقول النص اللي انت عاوزه يقوله. فمثلا هنروح على شات جي بي تي ونقول له اعطيني نص مثلا الملكة كليوباترا تتحدث عن نفسها باختصار. طب هو ادالك النص اللي انت عاوزه اهو، اللي هو انا ملكة كليوباترا وكده. فهنروح على موقع اسمه شكلي. شكلي ده بيعمل ايه؟ بيدي للحروف اشكال، اللي هو التشكيل اللغة العربية. فاحنا هنكتب الجملة هنا اللي جات لنا من شات جي بي تي، وبعدين نقول له تشكيل الزامي ونقول له ابدأ التشكيل. هو كده شكل الكلمات هناخده، ونروح على الموقع اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية كده، وهتقول له انشاء. هيبدأ أنا هو كليوباترا ملكة مصر القديمة، عاشت حياتي مليئة بالتحديات والأمور المعقدة. كنت معروفة بجمالي وذكائي وقوتي السياسية، سعيت دائما للحفاظ على مملكتي وقوتي ولجذب قلوب رجال السلطة في ذلك العصر. تاريخي يحكي قصتي وارثي العظيم الذي تركته للعالم. تمام، هو كده الموقع شغال 100%. ولما بيخلص انت عندك مثلا 2500، هو لما يخلص يبقى اعمل واحد تاني بإيميل تاني وخلاص، والموضوع انتهى. يا رب تكون فهمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.